رحتوا تجري في اثيوبيا؟ انا احنا يعني بنغطي منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فانا ما كانش ليا ماليش سفر كتير في منطقه افريقيا واثيوبيا. رحت اثيوبيا كذا مره لان هي دي يعني منها بنسافر لليمن، عن طياراتنا بتطلع من اثيوبيا لليمن. اثيوبيا في تواجد لبرنامج الاغذيه العالمي واسع في اثيوبيا، في تقديم مساعدات غذائيه لملايين الاشخاص متاثرين بالظروف اللي بتمر بيها اثيوبيا، سواء كان في منطقه تيجراي او في مناطق اخرى، لان اثيوبيا ايضا تعاني من الجفاف ومن تغيرات مناخيه، ففي مشاكل في اثيوبيا ومنطقه القرن الافريقي بصوره عامه، كينيا، الصومال، اثيوبيا، جيبوتي، كل هذه الدول بتمر بظروف صعبة في أزمة التغيرات المناخية. رزين العالم الناس اللي هي محتاجة طعام، محتاجة أكل، تقريبا قديها حول العالم تقريبا؟ هو إحنا بنتكلم إن النهاردة في 270 مليون شخص هم موجودين في التصنيف بتاعنا، إن الأمن الغذائي بتاعهم في يعني مرحلة الطوارئ، أو يعني على خطوة واحدة من إعلان مجاعة. يعني العالم فيه 900 مليون شخص بيعانوا من الجوع في العالم، لكن من ال 900 مليون او يعني قرب المليار، منهم 270 مليون شخص دول على حافة المجاعة. احنا متوقعين ان الارقام دي بتزيد، لان طبعا مع الظروف اللي احنا بنشهدها يعني الموضوع بيزداد تعقيدا. نعم. والارقام بتزيد. ايه تعريف المجاعة عندكم الامم المتحدة؟ المجاعة هو في 270 مليون اللي هم ايه؟ ال 270 ما عندهمش ايه؟ اللي ما عندهمش ايه؟ احنا في تصنيف كده زي هرمي، بيكون في خمس مراحل. المرحلة الاولى اللي هي الامن الغذائي الطبيعي المستقر. التانية بتكون ان الامن الغذائي في نوع بنعتبرها يعني في بوادر قلق. المرحلة التالتة بنعتبر ان في احنا دخلنا في وضع يعني مقلق. الرابعة دي بنعتبرها طوارئ، اللي هي ايه بنسميها تصنيف الـ يعني الامن الغذائي على مستوى الطوارئ. الخمسة هي دي اعلان المجاعة. اعلان المجاعة دي ليها مقاييس، احنا مثلا بنقول الناس دي في مجاعة، لا، هي ليها تصنيف علمي. اولا لازم يكون في عدد معين من الوفيات ما بين الكبار وما بين الاطفال مرصود على يعني تم رصده بسبب سوء التغذية، بيكون برضو نسبة سوء التغذية وصلت ل 30%. ففي يعني تصنيف معين علمي لإعلان مجاعة. أما بيكون هناك إعلان مجاعة أو أعلنت أن المنطقة دي فيها حالة مجاعة، منكوبة مجاعة، دي معناها أن حصل يعني إخفاق من النظام العالمي.